هستأذن فريق العمل مقادير الكب كيك بالفراولة، مقاديره على الشاشة، أعمل إزاي مغازي الكب كيك مكانها والله العظيم ما أشيلها. مقادير الكب كيك بالفراولة والتركية بتاعت المغازي، إضافة ثلاث معالق من الجيلي، جيلي فراولة لمقادير الكب كيك. علل ولماذا؟ هنشوف هنعمل إيه دلوقتي معاه. المقادير على الشاشة، فراولة بلدي والبلدي يوكل، الفراولة بتاعتنا بنصدرها للدنيا كلها بحمرها بسكرها بحلاوتها، سكر كوب، معانا بيض ثلاث بيضات، معانا بيكنج باودر وفانيليا ودقيق وجيلي الفراولة والحليب. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. حلو قوي. بنجهز قوالب الكب كيك. الاولاد بيحبوا الكب كيك بالفراولة على فكرة، انا شخصيا بحبه. انا من الناس اللي مش بتحب تاكل الفراولة مباشرة كده، يا اما احط عليها سكر يا اما اكلها جوه كيكه او كب كيك، انما امسك الفراوليه كده زي الاطفال واكلها مستحيل. حامضه معايا مش بحبها كده. ناخد ثلاث بيضات الحلوين دول، بسم الله الرحمن الرحيم. حلو. البيض لو في التلاجه في ايام الشتاء زي وقتنا كده يطلع من التلاجة قبل استخدامه بعشر دقايق أو ربع ساعة. حلو الكلام ده، مهم جدا على فكرة. تاني، البيض لو عندك في التلاجة وهتستخدميه لازم تطلعيه من التلاجة قبل استخدامه بعشر دقايق أو ربع ساعة. علشان تسريع خفق البيض بنحط السكر عليه. العب مضرب. يا نعم. العب. انا هوريك دلوقتي قوام البيض مع خفقه بالسكر عشان سرعه الخفق، ونتلاشى زفاره البيض باضافه الفانيليا. بص على الحلاوه، بص على هو ده. شفت؟ اطلع لغايه الكريم فوق. بص. خيط حريري. ما يقطعش. قطع البيض يبقى في مشكله. قطع البيض وانت بتخفقيه كده يبقى في مشكله. شايفه؟ هو ده. تاني. ننزل بالفانيليا. الله. ونقلب. ننزل بشوية جيلي فراولة ونخلي شوية. ده الجديد بقى، دي التركاية بقى. حلو قوي. ونقلبه. شفت الحمار والحلاوة؟ ما عندنا في المقادير شوية زيت. قد ايه يا شيف؟ يعني ربع كوب تقريبا. ننزل بربع كوب من الزيت. ممكن زيت او زبده، اختياري برضو، خلي بالك. هنقلب دول كده مع بعض. ده التأسيس. نشوف القوام تاني. ايه رايك تبص على القوام بعد اضافه الزيت؟ العب. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. اللون ده جه منين؟ عشان حبايبنا واخواننا اللي جم متاخرين، احنا معادنا الساعه 1 على القناه الاولى والفضائيه المصريه بالتمام والكمال. اضافه معلقتين من جيلي الفراوله. والله ممكن تحطي جيلي ليمون، اهلا وسهلا، بس ما تحطيش نوع من الجيلي يخطف لك طعم الفراوله. حلو الكلام. ننزل بالحليب. الله، للمبتدئين في المطبخ. هنا مش هيبقى في قوام بقى، خلي بالك. هنا خلاص بقى سائل. سائل عادي خالص. الفكر الطهوي واسع المجال. بس خلاص مفيش قوام، انسى انسى. حلو الكلام. طيب نشيل كل حاجه ملهاش عوزه ونشوف هنكمل مع بعض ازاي. حلو قوي. معانا الدقيق والبيكنج باودر. بسم الله الرحمن الرحيم. الطبيعي البيكنج باودر مواد جافه مع الدقيق، بنحطهم كده عشان نقلبهم مع بعض الاول مع شويه ملح صغيرين، ونقلبهم تقليبه قبل ما نحطهم على الخليط السائل. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي يفضل طبعا يتنخل الاول. حلو كده. بناخدهم كده مع بعض وخليهم في ايدك بره كده. ونقلب التقليبه دي كده. لا يحتاج الكمية التانية اللي معانا، ننزل بيها. خسرتش حاجة. كنترول على ايدك وانت شغالة.
والله العظيم انا عمري ما عايرت حاجه. كنت زمان وانا بتعلم مطبخ. بس دلوقتي خلاص بالعين بالنظر بالايد باللمسات. شفت القوام؟ وانا عايزك تبقي زي كده. احنا في عشره بينا. شفت القوام؟ الله، اوعى تقلبي بالمضرب خالص. بص القوام ده كده. الصوت ده حلو قوي، صوت الكب كيك. بص على القوام. ده جاهز كده تمام، نخليه على جنب حلو، ونشوف موضوع الفراوله اللي معانا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره معنى كبير وطعم جديد. حلو قوي. الفراوله قطعناها، عندنا مقادير الكب كيك جاهزه اهي. شفت القوام ده كده؟ حلو الكلام. زمان ده شغل. تاني التقليبه دي. حلو قوي زي الفل. القوام ده حلو قوي. عايزه تعمليه في قوالب كب كيك؟ اهلا وسهلا. عايزه تحطيه في قالب واحد؟ اهلا وسهلا. هنجيب معلقه والتانيه وبوله صغيره فيها قليل من الزيت، اللهم صل على النبي، عشان نشتغل بقى ايه شغل احترافي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي نفس القصه كده زي الفل. بنحط ايدينا كده. شفت ازاي؟ بص على الحلاوه، بص على الشقاوه، بص على الشقاوه. هو ده كمان شويه. حلو. الكميه كلها تنزل بمجرد ما انا احط المعلقه في الزيت. بتساعدنا على التخلص من كميه الكيك. ويبقى العيار واحد. زي ما انا شغال كده. حلو قوي. نزل دول اشتغل بده. سؤال تاني معلش. حلو. والله لو احنا ما عندناش فاكهه في البيت زي الفراوله مثلا او اي نوع فاكهه، يفضل اضافه الجيلي بطعم الاولاد اللي هم عايزينه. عندنا اناناس، ليمون، برتقال، اللي احنا حابينه يعني، مفيش اي مشكله. شفت التكنيك ده؟ تاني المعلقه دي نغيرها، ناخد المعلقه دي شويه. تاني درجه حراره الفرن مأمنين عليها 180. اول ما بخش الكنترول لازم اشوف الفرن بتاعي جاهز ولا لا، خاصه لو في حلويات. 180. التايم قد ايه يا عم الشيف في الفرن؟ من 20 ل 25 دقيقه. ما تقلقيش، لان انا حاطط الفراوله في الارضيه بتاعه الكب كيك، فهنا في نار مباشره، ولكن اللي يهمني مكان الصينيه في قلب الفرن زي الفل. هناخد الحاجه دي كده ونركن الحاجه دي على جنب وندخل ده الفرن مع بعض ونأمن على الفرن بتاعنا بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. شبكة الفرن في المكان ده، وناخد الصينية زي ما هي كده في درجة حرارة 180. اتعلمت يا عروسة؟ اتعلمت يا حلوة؟ يا بنوتتنا الجميلة؟ يا اللي عايزة تبقى شطورة في المطبخ زي ماما؟ يا اللي عايزة تروحي تنافسي حماتك عدي عريسك؟ الكب كيك بالفراوله بالطريقه دي هتاكل صوابعك ورا. لا 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 لا، هو ده. يلا العب. حلو. مكرونه بتستوي على النار، طاجن الباميه في الانتظار ان يخش الفرن. تعالوا نطلع الكب كيك من النار، وجب خروجه من النار، وربنا يكفينا شر النار، اللهم صل على النبي.
نخليه مكانه كده. تعالوا مع بعض نشوف طاجن الباميه. عينيا حاضر يا غالي، حاضر. عايز اشوف الكب كيك ده ايه حكايته. انا عازمك عليه بعد ما نخلص الحلقه مع كوبايه قهوه، والقهوه تكون من غير سكر، ساده. بناكل حلويات، بناكل شوكولا، يفضل شرب القهوه ساده، وانا بشربها ساده يا ساده. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتجري ورايا انا عارف، ها؟ وهي دي طريقتي في المطبخ، خلي بالك انا بشتغل كاني شغال في المطبخ بتاعي. ادي الكب كيك يا حلاوه. شفت السرعه. طعم الفراوله من تحت بقى ما اقولكش. تاكلها كده تلاقي الفراوله سايحه تحت. اللهم صل على النبي. ممكن نرش رشه سكر بودره على الوش، ماشي، اختياري برضه، بس انا مش بحب. مخرجنا عايز. اهلا وسهلا. اللهم صل على النبي. ممكن رشه قرفه، ماشي، اختياري. انت عايز ايه براحتك، اهم حاجه في اساسيات للمطبخ دي ما نغيرهاش. يعني مثلا زي مغازي، يعني اضافه البيكنج باودر للكب كيك يجعله هشا وله قواما وشكلا. شفت الحلاوه زي الفل.